الأطروحة الأخرى التي عرضت بالأمس، أن الله تعالى يجعل ذنوب الفرد وراء ظهره رحمة به حتى تخفى على الناظرين لا يراها أحد. هذا بهذا المقدار عليه عدة أشوف، منها أنه إذا وضعت وراء ظهره هو لا يراه، وأما غيره فقابل أن يراه. أنه يقول كتابه، والكتاب فيه شنو؟ حسنات وسيئات، وليس فقط السيئات على ما هو مراد صاحب الأطروحة. فإذا كان يريد أن يرحمه فإنما يضع سيئاته وراء ظهره وليس حسناته. إخفاء الحسنات لعلها ليست رحمة، إن كانت إخفاء السيئات رحمة. المرحلة الأخرى في الجواب، وهي جيدة وتنفعكم، أن هذا يطرق سمعنا في باب الباطن، درجة من درجات الباطن على أي حال، أن الله تعالى يستر على الفرد ذنوبه، يعني ينسيه ذنوبه لعدة نتائج. منها نتيجة في الدنيا، وهو أن الإنسان إذا نسي ذنوبه يتوجه إلى ربه، لا يهتم بالاستغفار الزائد الذي قد يكون إجابة. وكذلك في الآخرة لكي لا يعاقبه، كأنه يعتبره غير مذنب. هذا يحصل لمن؟ يحصل لمن يرحم ويستحق شيئا من القرب والثواب. كلا في حين أنه سبحان الله منافي لنص الآية، فسوف يدعو ثبورا، فسوف يصلى سعيرا ويدعو ثبورا. إذا كان المقصود إخفاء ذنوبه رحمة به، فلماذا يعاقب؟ نعم، هو قد الله تعالى يفعل ذلك لمن لا يريد أن يعاقبه، أما من يريد أن يعاقبه فلا.